السلام عليكم طلاب، محاضرة اليوم هي المحاضرة الأخيرة لمادة علم الحشرات العملي. بالحقيقة هي لو أجي على الأصل تعتبر هذه المحاضرة الأولى وليست الأخيرة، لكن أنا قمت بتأجيلها حتى يكون هناك تناسق فيما بين محاضرة العملي ومحاضرة النظري. كملنا الأجهزة تقريبا أو مو كل الأجهزة، هناك أجهزة لم نأخذها من الجانب العملي لأنه ما أقدر أشرحها من الناحية العملية بطريقة إلكترونية. أكيد أخذت المعلومات كاملة من دكتور أكرم الخياط بالجانب النظري وبكل التفاصيل. محاضرة اليوم محاضرة مهمة جدا، هي أساس لطريقة تجميع الحشرات وكيفية المحافظة عليها. هناك عدة أدوات لابد أن تتوفر لدى الباحث أو لدى الطالب أو اللي يحب أن يقوم بجمع هذه الحشرات، لابد أن تتوفر عنده. أولها هي الأدوات المستخدمة في جمع الحشرات. أي باحث يحتاج أنه يجمع الحشرات، طبعا المحاضرة تشوفوها وتلاحظوها أنه هي مكتوبة بالعربي وليست بالإنجليزي، كتبتها بالعربي لأهميتها، وهي عملية بحث حتى تفهم الطريقة والفكرة. لو كانت الظروف جيدة لكان كل طالب يقوم بجمع عدة نماذج من الحشرات بهذه الطريقة كما فعلها زملائكم في المرحلة السابقة. هناك أدوات مستخدمة يحتاجها الباحث، منها شبكة للحشرات أو نسميها الشبكة الهوائية، شبكة هوائية طبعا تكون مصنوعة من قماش خفيف عفوا نسميه التول. هذا التول مساماته كلش ناعمة، ما يصير استخدم قماش ذو ثقوب كبيرة حتى أمنع خروج الحشرات الصغيرة، لابد أن يكون نوعا ما شفاف أو ذو لون فاتح حتى من خلاله أقدر يعني أشاهد الحشرة أثناء وضعها في داخل هذه الشبكة. أحتاج إلى زجاجات لقتل الحشرة أو اللي نسميها قنينة القتل اللي راح نشرحها بعد قليل. أحتاج في بعض الأنواع الشفاطات يسموها أو الساحبات اللي تسحب الحشرات الصغيرة، طبعا راح نشوفها. عدسة كبيرة، ملاقط، أنابيب زجاجية للحفظ، وكراسة وقلم إذا أريد أدون أي ملاحظة سواء موقع هذه الحشرة أو لقيتها على نبات كذا إلى آخره. أدوات تشريح هذا في حالة أني في المختبر، أو أدوات تجميع أني داخل المختبر أحتاج إلى تشريحها، فهذا في موضوع أو صدد آخر. باء، طريقة تجميع الحشرات. هناك عدة طرق، method of collecting insects، منها أما تكون عن طريق اليد، التقطها باليد إذا كانت حشرة كبيرة أو حشرة موجودة على الأرض كالخنافس، الصراصر، النمل، يتم التقاطها باليد أو موجودة تحت الأشجار أو الأوراق والأزهار إلى آخره، فيسموه هذا التقاط باليد. أو أكو طريقة أخرى اللي هي التجميع بواسطة الشبكات. التجميع بواسطة الشبكات أكو شبكات متعددة، منها الشبكة الهوائية، أكو منها شبكة الكنس، وأكو منها الشبكة المائية. طبعا هذا عدة شبكات لكن أنا ما أقدر هسه أشرح لك إياها لأنه لازم أمثل لك طريقة الاستخدام كل واحدة منها بطريقة عملية، فأكتفي بشرح الشبكة الهوائية الإيرنت. هذا الإيرنت اللي هو هذا الشكل اللي نشوفه الصغير، عبارة عن خلينا نقول قضيب أو فد يعني ذراع مصنوعة من العود أو الحديد، وبها حلقة نهاية هذه العودة أو نهاية هذه الذراع تكون حلقية بقطر كبير، ويوضع القماش يخيط بهذه الطريقة مثل السلة، وتربط نهاية القماش بسلك معدني حتى أمنع خروجها أو أمنع يعني تفككها أثناء العمل.
فيتم الذهاب مثلا إلى المكان المخصص لجمع الحشرات إذا أنا كنت بالهواء، أكيد راح تكون على بعد أو على طول أكثر من متر، وأبدي بالهواء أسحب أي حشرة أنا ألاحقها، أو إذا كانت هذه الحشرات في الأعشاش وكان الأعشاش طويلة، فممكن أنه أحرك هذه الشبكة يمين ويسار الأعشاش يعني من بالأرض أو باتجاه الأعشاش، وأحرك بها يمين ويسار إلى أن أجمع كمية معينة من الحشرات. طبعاً أنا أي حشرة أخذها سواء كانت أرضية أو هوائية أثناء التقاطها بالشبكة، من أجي أسحبها من الشبكة، تخيل الموضوع وياي، لازم بسرعة وبخفة وأقفل على فوهة القماش حتى أمنع تسرب الحشرة. أكو الطريقة الأخرى هي بالضرب، أنه أضرب على الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب الصغيرة، راح تتطاير منها أو تتساقط منها مجموعة من الحشرات، وأقدر أخذها وأعبيها بعلب زجاجية تكون لازم شفافة. نجي على التجميع باستخدام الشفاط. التجميع باستخدام الشفاط، هذا الشفاط اللي نقصد به طبعا هي من الأدوات القديمة ولكن مهمة نوعا ما، عبارة عن أنبوب وبصنبور، هذا الصنبور يحتوي على فتحتين، فتحة تود أو سداد العفو، وبهذا فتحتين، فتحة مثل الشريط أو الأنبوب المطاطي أو اللي نسميه بالعامية الصوندة، والفتحة الأخرى بها مثل الأنبوبة الزجاجية. أقرب قريب من الأنبوبة الزجاجية، أقرب مكان دخول الحشرة هذا، وأبدي أسحب بهذه الصوندة أو هذا الأنبوب المطاطي، أشفط الهواء أسحبه، فبالتالي راح أقدر أسحب الحشرة إلى داخل، أجمعها في داخل هذا الأنبوبة. نجي على التريب اللي هي المصائد. أكو مصائد ضوئية، طبعا هذه تكون حديثة، فشي يشبه المثلث وبيضوء من فوق، أقدر أشغله خصوصا هذه أجمع به الحشرات الليلية. أكو حشرات معينة تنجذب إلى الضوء، فبالتالي تدخل في داخل قمع، والقمع موجود بنهايته مثل الأنبوبة الزجاجية، أقدر من خلاله أجمع الحشرات. أكو المصائد اللاصقة. المصائد اللاصقة هذا أيضا تستخدم بجمع الحشرات ليل أو بالنهار، ماكو مشكلة بها، فد مادة خلينا نقول يعني مثل المادة اللاصقة أو تلتصق بها الحشرات. المصائد المائية هذه أقدر أصيد بها المن، الذباب، أو الحشرات الصغيرة جدا، وتوضع هذه في قاعدة أو يعني توضع في مكان بمي، وأيضا تنزل الحشرات أثناء خصوصا عندما تسقط الأمطار أو عندي اختلاف بدرجات الحرارة. هذا النوع الثالث، فقط أحفظ الأنواع الثلاثة، يعني من أقول لك عدد لي المصائد راح تقول لي مصائد ضوئية، مصائد لاصقة، والمصائد المائية. هذه هم الثلاثة، لكن الشرح ما أريده. نجي الآن على الخطوة الثانية، بعد ما قمت بتجميع هذه الحشرات من مختلف الأماكن، هناك قنينة خاصة يسموها قنينة قتل الحشرات. هذه القنينة طبعا تكون ضمن مواصفات معينة، يجب أن تكون شفافة، فوهتها المفروض تكون أكبر من هذه الفوهة. طريقة عمل القنينة السامة أو قنينة القتل، وهذه كل الطلاب سووها العام، يجيب قنينة يخلي بالأسفل، في الأسفل بعد 5 سنتيم أو أقل من مادة سامة، مادة سامة أو مادة قاتلة. طبعا هو ممكن أنه استخدام عدة أنواع من المواد، يعني المواد الكيميائية، أما تكون الكلوروفورم أو رابع كلوريد الكربون أو خلات الإيثايل أو السيانيد، سيانيد
البوتاسيوم إلى آخره من المواد المستخدمة في عملية قتل الحشرات. نخلي هذه الطبقة من المادة السامة، بعدها تليها طبقة أخرى بتكون بنفس السمك تقريبا من المادة السامة، أخلي الجبس. الجبس أو اللي ما يعرف الجبس شنو نسميه البورق، البورق هذا اللي يستخدموه بالبناء. هذا ليش يستخدم مادة الجبسون؟ الجبسون مادة نفاثة، يعني أقدر من خلالها أسرب تسرب الغازات السامة هذه إلى فوق، وبنفس الوقت أني أمنع يعني تلوث الحشرة بالسم مباشرة، لأنه هذا السم باودر، فأني راح يعني تتأثر الأجنحة أو تتوسخ أو ما أقدر أشوفها بالشكل الصحيح، فلهذا أخلي الجبسون حتى مجرد يكون مادة أو طبقة ما نقول عازلة وإنما نفاثة نفاثة للمادة السمية. ممكن أخلي بعدها الجبس المبلل هذا حتى كرطوبة، أو أستخدم يعني خلينا نقول سفنجة خفيفة أخليها فوق هذا الجبسون وأستخدمها لعملية قتل الحشرات. حفظ الحشرات بعد ما قمت بعملية قتلها، هناك يعني نقطة جدا مهمة على الطالب أن ينتبه عليها، ما يصير نهائيا نهائيا أنه أترك الحشرة بعد ما تموت فترة طويلة حتى أقوم بتصليبها، لابد أنه يكون هناك طريقة صحيحة لعملية التدبيس. عملية التدبيس راح أتركها أو أكمل لكم إياها حتى تكون عندكم المحاضرة كاملة. قبل التدبيس، أنا بعد ما قتلت الحشرة أكو أنتبه إلى نوع الحشرة. أكو حشرات خلال ساعة ساعتين ثلاثة تموت مجرد أن تشتم الغازات السامة تموت. الصحيح أنه أنا أطلع الحشرة بعد ما تموت وأقوم بتصليبها وتدبيسها، ما أنتظرها فترة طويلة، لأنه ممكن هذا الشيء راح يعرض الجسم إلى التصلب والتيبس. فبالتالي مجرد أنه أنا أخلي الدمبوس في المكان المخصص اللي راح أشرح لكم إياه راح تتكسر وتختفي بعد بعض من أجزائها أو تتهشم جزء منها. لكن هناك حشرات أخرى مثل الخنافس، الخنافس تصل في بعض الأحيان إلى أنه تحتاج 3 أيام 72 ساعة يلا تم قتلها تقدر تقاوم المادة السامة. فأني أظل أراقب الحشرة إلى أن تموت، بعد ما تموت مباشرة أو في غضون نصف ساعة بعد موتها أقوم بتدبيسها. التدبيس طبعا أما عندنا نسميه التدبيس المباشر، هذا تدبيس مباشر، أو عندنا التحميل على قصاصة ورقية أو التصليب. أقصد بهذه الأنواع الثلاثة. أول فكرة، أكو الحشرات الصغيرة جدا مثل النمل، الموسكيتو، البعوض، المان إلى آخره، هذه حشرات صغيرة جدا أنا ما أقدر أشوف كل أجزائها اللي هي الرأس والصدر والبطن، إذا تصليبها راح يكون اعتمادا على القصاصة الورقية. القصاصة الورقية هي يتم تحميلها على قصاصة أو ورقة تشبه المثلث، تسوي مثلث كلش صغير، وهذا المثلث في القمة مالته يتم يعني خلينا نقول شوية طي الجزء المثلث ووضع الحشرة الموجودة بشكل مائل، يعني على جانبها، على الجانب، يعني مو على البطن ولا على الظهر وإنما بشكل جانبي بمادة لاصقة بسيطة، وأتركها إلى أن تجف، وهذا في قمة المثلث. في النهاية العريضة من المثلث يخلون دمبوس، وهسه راح نشرح عن الدمبوس هذا، وأدون المعلومات تحت هذه الورقة، فنسمي هذا التحميل على قصاصة ورقية في حالة الحشرات الصغيرة جدا. بالنسبة للحشرات الكبيرة، الحشرات الكبيرة الطريقة الصحيحة لها أنه أنا ما أنسى أنه أكو عندي منطقة صدر أو عفوا رأس وصدر وبطن، منطقة رأس وصدر وبطن. المنطقة الصحيحة لوضع الدبابيس، طبعا الدبوس يكون مصنوع، اكو دبابيس خاصة مصنوع من الفولاذ يكون طويل اطول من الدنابيس العادية اللي موجودة عندنا، شلون هذا اللي نسميه دمبوس ابو راس، نفس الدمبوس هذا ابو راس لكن يكون ارفع منه بالسمك واطول.
هذا هو اللي راح استخدمه. طبعا ليش مصنوع من الفولاذ؟ حتى امنع الصدى ما يصدي. منطقة الرأس اتركها نهائيا، انتبه على موضوع التصليب، منطقة الرأس تنترك، ما لي علاقة بها نهائيا. المنطقة الثانية هي المنطقة الصدرية، والمنطقة الثالثة البطنية. شغلي وين؟ شغلي بالمنطقة الصدرية. سبق وأن أخذنا بالمحاضرات النظري والعملي أن منطقة الصدر مكونة من 3 حلقات، حلقة أولى وحلقة ثانية وحلقة ثالثة. فإذا أنا وين أخلي الدمبوس؟ في وسط الحلقة الصدرية الثانية. أكرر، في وسط الحلقة الصدرية الثانية. هذا إذا أجي تحت الميكروسكوب. في حالة أنه أنا دا أصلب بالعين المشاهدة، أنا أخليه أحاول أسنتره بالوسط، في وسط المنطقة الصدرية، في وسط المنطقة الصدرية. طبعا الدمبوس أنا ما يصير أضغطه، راح تلاحظ هذه الصورة، ما يصير أضغطه للنهاية للنهاية، وإنما إذا تلاحظ تقريبا 10 سنتيم فقط من الدبوس متروكة، ومن ثم توجد الحشرة في المنطقة الصدرية، وبعدها ممكن أن أخلي ليبل داتا، هذه يعني نقول ورقة صغيرة جدا معدة، أقدر أحط بها البيانات، مثلا اسم الحشرة العلمي، مكان الجمع، تاريخ الجمع، اسم الجامع أو الباحث إلى آخره. فإذا تنترك 10 سنتيم فقط، اللي هو ربع من الدبوس، ومن ثم أقوم بوضع الحشرة. هذه مجموعة أخرى من الحشرات، سواء الذباب ها هسه راح أحكي لكم على الخنافس. هذا طريقة جمع الحشرات ووضع الدبوس في المنطقة الصدرية، أقدر أستخدمه لكل أنواع الحشرات الكبيرة اللي أقدر أمسكها وأشاهد المنطقة الصدرية. عدا عندنا رتبة غمدية الأجنحة، غمدية الأجنحة، انتبه على هالجملة كل زين. غمدية الأجنحة أقصد بها الخنافس. الخنافس تكون ما أقدر أني ألاحظ المنطقة الصدرية، لأنه تقريبا الرأس ورأسا مرتبط عندي باقي الجسم، فإلا أفتح الأجنحة وأشوفه هذا راح يخرب لي شكل الحشرة. إذن الطريقة الصحيحة في حالة غمدية الأجنحة أنه نقوم بوضع الدبوس في الثلث الأول من الجناح الأيمن. أكرر، بالثلث الأول من الجناح الأيمن، وضع الحشرة في الثلث الأول من الجناح الأيمن في حالة غمدية الأجنحة. الدبوس في الثلث الأول من الجناح الأيمن في حالة غمدية الأجنحة. هذه العبارة حط جواها، طبعا هذا الكلام ما موجود، مو كل شيء موجود بالمحاضرة يعني، فانتبه على الكلام اللي أقوله ودونه يمك، وخلي جوا خطين، جدا مهمة هاي النقطة. طبعا بعد ما وضعت الحشرة في الدبوس على بعد 10 سنتيم من رأس الدبوس، احتاج الى صلابة. ما هي الصلابة؟ صلابة طبعا عندنا موجودة بالمختبر، طبقتين من الخشب، طبقة ثابتة قاعدة، والطبقة الثانية يكون بها شق، يعني جهة متحركة وجهة ثابتة، بها شق او اخدود صغير، اضع بيه جسم الحشرة، وابدي بالملاقط، طبعا هي مثبتة بالدبوس، انا دخلت الحشرة هي والدبوس في داخل هذا الاخدود، وابدي على الجانبين من الصلابة، ابدأ بفرش الاجنحة، طبعا لازم تكون قلنا طرية، ما اتركها الحشرة ميتة صار لها فترة طويلة. ابدي بالملاقط على كيف اسحبها، اخلي الجناح ممتد الى الامام مثل ما تلاحظون، افرش الجناح بطريقة صحيحة، افرد الجناح السفلي او الجناح الخلفي، افرد الانتنة او اللي نسميها اللوامس، وبعد اللوامس ايضا اقوم بفرد الارجل، اعدلها اخليها تظهر بشكل صحيح. ممكن وضع شريط من الورق، هذه شريط من الورق بعد ما عدلته، لانه ممكن ترجع بعدها العضلات طرية، يعني اسحب الجناح يرجع المكانة، فاني اجره جرة قوية، يعني مو قوية اللي مثل ما تفهمها، بطريقة يعني محكمة على كيفي الى ان اسحبه، واقدر
أضغط عليه بورقة أو شريط من الورق وأثبته بالدبابيس حتى تبقى الجناحات والجناحات مفرودة بطريقة صحيحة. أتركها الحشرة ممكن إنه الثاني يوم أو بعد ساعات، يفضل إنه لليوم الثاني. أجي من أشيل هذه الأوراق، مجرد راح أسحب الحشرة هي والدبوس أخذها، وراح يكون عندي الشكل النهائي للحشرة مثل هذا الشكل. طبعا هنا هو بالمثال أكو فراشة تختلف عن هذه الحشرات المتبقية، باقي الحشرات كلها أفرد جناحاتها عدا غمدية الأجنحة. ممكن إنه أكو طريقة أخرى للمحافظة، طبعا هذه الطريقة يسموها طريقة التصليب الجاف، أقدر أحافظ على الحشرة لعشرات السنين، لكن يجب أن تكون تحت يعني عناية خاصة. أكو بوكسات خاصة، لو كنا بالمختبر كان شوفتكم بالمئة صندوق عندنا، بوكس خشبي، ومن تفتح تلقى داخل هاي العلبة عفو فلينة، ونبدي نصفط بها هذه الحشرات ونعلمها باليابولات، نكتب بها المعلومات المهمة. ويجب أن أضع النفثالين في زاوية من زوايا هذه العلبة حتى أحافظ عليها من أي قوارض أو أي حشرات أخرى ممكن تتغذى عليها إلى آخره. أكو الحفظ بواسطة المحاليل، هذا أستخدم 70% كحول مع بضع قطرات من الجليسيرين، هذا 70% من الكحول مع قطرات من الجليسيرين حتى أمنع تصلب زوائد الحشرات أو الحشرة. هذه الطريقة أريد أحافظ على الحشرة بطريقة طرية وليست بطريقة صلبة. ممكن أستخدمها في لو كنا بالتشريح، مثلا أثناء تشريح الكوكريج أو اللي سميناه الصرصر الأمريكي، واستخرجت القناة الهضمية أو استخرجت المعدة أو الأمعاء أو جهاز عصبي أو إلى آخره من الأجهزة، جهاز تناسلي، ممكن أنه أحافظ عليه أخليه بكحول 70% ويا بعض القطرات من الجليسيرين، أقدر أستخدمه في أي وقت أحتاج إلى مشاهدة هذه الأجزاء الداخلية، أو حتى أحافظ على جناح أو لوامس أو أرجل أريدها بشكل طري حتى أفحصها تحت الميكروسكوب. ممكن أكو طريقة أخرى هي المحافظة على الحشرات بواسطة الشرائح المجهرية. الشرائح المجهرية أكو سلايدات خاصة بالحشرات بها أنواع الأرجل، أنواع الأجنحة، أنواع اللوامس إلى آخره. طبعا هذه إلها معاملة كبيرة جدا، حتى ممكن أنه أحافظ على الحشرة كلها، سواء يعني فحات الحشرات الصغيرة جدا مثل القملة أو البراغيث أو المان أو التريبس، هذه كليتها أقدر أخليها على شريحة زجاجية تتغطى بكفر زجاجي وأستخدمها، أو يعني أجزاء قطع مثلا لامس، أرجل، جناح إلى آخره. طبعا هذه أكو طريقة خاصة تقطيع وتلوين وغيرها، ممكن أنه أخليها وأستخدمها كشريحة زجاجية. فإذا صار عندي الحفظ بالطريقة الصلبة أو سمينا الحفظ الجاف، وسمينا الطريقة الثانية هي الحفظ بواسطة محاليل والحفظ بواسطة الشرائح المجهرية. هذا كل ما يخص المحاضرة الأخيرة اللي تخص مادة علم الحشرات العملي، اللي مطلوب منكم أرجع أأكد طلاب رجاء الانتباه على موضوع التقارير لا تستهين بها العفو، 30 درجة عليها من الدرجة النهائية، يعني امتحانك من 60 هي عليها 30 درجة من 60. رجاء حافظ عليها وانتبه عليها كل الزين، ارسل التقارير بأسرع وقت، 5/7 آخر موعد لتسليم التقارير، بعد 5/7 أي تقرير اعذروني رجاء ولا حد يزعل، أي تقرير بعد 5/7 ما أستلمه، يعتبر نفسه ما مسلم تقرير، صفر، لأنه أنا السعيات يريدوها مني بأسرع وقت، يريدون السعي السنوي ويا درجة التقرير، هذا رقم واحد. رقم 2، أرسل التقارير بالمكان المخصص، مكان المخصص، ليس بالتعليقات. يا منو بالله اليوم الصبح فتحت دازلنا ياها أحمد راسم إبراهيم، أيضا اليوم دازل التقرير عن طريق التعليقات، لحد يرسل تقرير أيضا على الكلاس القديم. أنا الكلاس القديم مدى أحفة لأنه بي امتحانيا أو كوزيا قديمة لكم، ما أريد أهملها، هذه درجات لكم، فرجاءً ارسلوه على الكلاس الجديد،
ارسله بالمكان المخصص ضمن الواجب اللي انا مسويت لك اياه، هذا المكان المخصص، حتى راح اطلع لك اياه بالفيديو، بلكي الله يعني يكون اكو هذا ضمن الواجبات. اول واحد انا مسويت لك بيها كليشه وكاتبت لك بيها مجموعه من الملاحظات. اعزائي الطلبه لا داعي للقلق بخصوص التقارير، ومعطيتك ملاحظات ومعلومات، هذا المكان المخصص للتقارير، تكتبه وتدز تقريرك بشكل صحيح. طبعا لو تلاحظ لحد الان احنا شقد دازين 59 طالب من اصل، وبعد لي 62 طالب مداس تقريره. الاسراع في ارسال التقرير رجاء. زين، بعد ملاحظات اخرى ان شاء الله ما عدي ولا اكون ناسيه، واذا ناسيه شيء اكيد راح ابلغكم به. بعد لك 5 ايام بالضبط لارسال التقرير، اعتني به وارسله باسرع وقت. تحياتي لكم.